اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على قراءة في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري من تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الله يرحمهم الله. كتاب القضاء وغيره. الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة ومساعدته كلها مخفوضة. أيوة. والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك. والشفاعة المانعة ويعني تقدير الكلام منع الشفاعة المانعة والشفاعة المانعة من حد والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك. وغير ذلك. نعم. عن ابن إذن هذا الباب واضح فيه الترهيب من إعانة المبطل والظالم في مظلمته وبطلانه، سواء كان هذا الظلم والبطلان قولا أو فعلا أو عملا، وأيضا المنع من الشفاعة في إسقاط حد من حدود الله تبارك وتعالى. هذه ترجمة المصنف لهذا الباب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من أقوى ألفاظ السند، من أقوى ألفاظ السند هو لفظ سمعت. نعم. من حالت شفاعته دون من حالت شفاعته 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 دون حد. أيوة. دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل. الله يعافينا وإياكم. إذن أيها الفضلاء والكرام، بعض الناس أحيانا يأتيك في أمر هو مدان فيه وهو مخطئ فيه، ويريد بوجاهتك وبشفاعتك أن تقف معه في بطلانه وظلمه، اعلم بذلك أنك تضاد الله تبارك وتعالى وتحاد الله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. لا، هنا قال نصيب منها، لأن اشفع تؤجر، الشفاعة مطلوبة في الحق. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لماذا كفل منها؟ أي ضمان. إن فاته الضمان في الدنيا فإنه سيضمن فين؟ في الدار. إيش؟ في الدار الآخرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيش؟ يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقل له وذكره بالله ولا تقف معه في هذه الشفاعة الممقوتة المذمومة. ومن منا يضاد الله تبارك وتعالى؟ لما نزلت آيات الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال ابن عباس كما نقل ابن جرير وغيره، قال فليأتي المرابي وليشهر سيفه وليحارب ربه. وهل يستطيع؟ ما يستطيع. فلذلك الأمر عظيم جدا أخي الحبيب. لا تقول إنه قريبي أو من أصهاري أو من أرحامي أو من كذا أو من كذا. لا أخي الحبيب، إن كما مر معنا في بداية هذا الباب قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال عرفنا نصرته مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تحجزه عن الظلم، ذلك نصرة، ذلك نصرة، ذلك نصرة له. نعم. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الله أكبر. ومن خاصم يعني من اشتدت خصومته في باطل، هذه معنى، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إنك أنت عارف أنك تخاصم في باطل وتعرف أن الحق عند إيش؟ عند الطرف الآخر. ومن خاصم في باطل وهو إيش؟ وهو يعلم، فلا يزال في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يرجع عن هذه المخاصمة الباطلة.
فلا يغرك أن الطرف الآخر ما عنده الأوراق أو الثبوتيات أو الدوكيمنت التي تثبت حقه. نعم، إذا لحنت به في الدنيا أين تذهب من الله عز وجل؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أين تذهب من الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأشياء؟ ما تذهب منه تبارك وتعالى. هو الذي سيسألك عن المير والنقير والقطمير، ويسألك عن حبة الخردل. فلو ارعوا الناس بمثل هذه الأحاديث التي فيها من الوعيد الشديد، ما تجد أحدا يظلم أحدا أو أحدا يتجرأ على أحد. فضلا أن الله عز وجل أخي المبارك ربما يفضحك ويهتك سترك في الدنيا. كذلك الرجل الذي اعتدى على أرض لآخر وأتى باثنين من الشهود الغموس وأتى بهم وأقسموا، طبعا صاحب الأرض ما عنده بينة، واستغل الطرف الثاني الظالم هذا الشيء فأتى باثنين شهود ذي أيمان غموس والعياذ بالله، فشهد باطلا وزورا وأخذ الصك من عند القاضي ووضعه في جيبه، وخرج ذلك الرجل المظلوم، ولكن ذهب إلى البيت فصلى ودعا وقال اللهم أرني فيهم آياتك عاجلا غير آجل. فإذا بهم يدخلون القرية وهم في سرور، هؤلاء أخذوا الرشوة وهذا أخذ صك الأرض. قال وإذا بهما لما جو في اليوتيرن اللي يدخل على القرية انقلبت السيارة فمات الثلاثة قبل أن يهنأوا بالرشوة أو أن يهنأوا بيش أو أن يهنأوا بالأرض. فإذا بالمرأة وهي تفتش في ملابس زوجها وجدت هذا الصك، فذهبت للقاضي وقالت إن هذا الصك كان سببا في هلاك زوجي وأخشى أن يكون سببا في هلاك أولادي، وأشهد الله أن الأرض ليست لنا إنما هي لفلان. واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. إن دعتك قدرتك لظلم الناس فتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك. أين تذهب من الله تبارك وتعالى؟ وأين تذهب من سخطه؟ وانظر إلى هذا الحديث، فلا يزال في سخط الله إثبات السخط لله على ما يليق بجلاله وكمال حتى ينزع، يعني حتى يرجع ويقول يا رب إني أستغفرك وأتوب لك. يقول شيخنا الشيخ محمد المختار في دروس الترمذي، يقول إن امرأة في المدينة كانت تؤذى 25 سنة في عرضها، 25 سنة تنزع في عرضها والعياذ بالله، وهذا يخاصم خصاما شديدا في تهمتها. فلما علمت بالخبر بعد 25 سنة المرأة تؤذى ما تعرف من الذي يؤذيها، فقيل فلان، قالت اللهم إنك تعلم أنه كذاب، اللهم اخرس لسانه. قال فنزل يستعذب الماء من البئر، وذاك الزمان آبار ودلاء. قالت فخرجت حية أفعى فلدغته مع لسانه. شوف الجزاء من جنس العمل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه إلى الندم، تنام قرير العين بارئها والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنم. تذكر هذا جيدا بينك وبين نفسك، وانزع ارجع للمن ظلمته وقل له يا أخي خذ مظلمتك وسامحني واغفر لي، لقد استدرجني الشيطان واستزلني الشيطان، لكني سمعت أن هذا فيه سخط الله عز وجل، وإني أنزع من كل مظلمة ظلمتك إياها. نعم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال هذه عصارة أهل النار، الله يعافينا وإياكم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، إما في عرضه أو ذاته، يسكن في ردغة الخبال والعياذ بالله، عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. العرض أمره عظيم، نزل هذا الدين بحفظ الضرورة الخمس، بحفظ المال فحرم السرقة وما إلى ذلك، وحفظ العرض فحرم الزنا وما إلى ذلك، وبحفظ العقل فحرم المسكر وما إلى ذلك، وبحفظ الدين فحرم الإلحاد والشركة، وبحفظ النفس فحرم القتل. هذا دين عظيم، يحتاج كل مسلم أنه يمسك نفسه، ولا سيما أن إحنا الآن مع وسائل التواصل الجديدة هذه، يستطيع كل إنسان أصبح يسب في الآخر ويدخل تحت معرفات وهمية ويبدأ يسيء في أعراض الآخرين. أين أنت من هذا الحديث؟ أين أنت من الله المطلع على سريرتك؟
ومن تتبع عورة مؤمن ليفضحه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن لا يهتك الستر الذي ستره الله به عز وجل، وأن ينزع من قريب فيبتعد عن الوقوع في أعراض المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في الصحيح في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر فقال افعل ولا حرج، قال ولكن الحرج من وقع في عرض أخيه، فذلك الذي حرج وحرج وحرج، هذا الذي يقع في عرض أخيه. أما قدمت سعي على طواف قال رمي نحرت قبل أن أرمي، قال حلقت قبل أن أرمي نحرت، قال افعل، فما سئل عن شيء قدم والآخر في يوم النحر قال افعل ولا حرج، قال ولكن الذي وقع في عرض أخيه هو الذي حرج وحرج وحرج. نعم. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وأريد أن ننوي على مسألة، أغلب الناس يتكلم في أعراض الناس ويقول نحن من باب الجرح والتعديل. ما شاء الله يحيى بن معين أنت ما شاء الله، ولا هبة الله بن عساكر، ولا الإمام أحمد، ولا البخاري. يا رجل البخاري رحمه الله ارجع لألفاظ البخاري في الجرح والتعديل، ما كان يقول كذاب، كان مثلا يقول لا يكتب حديثه، هذه عند البخاري تسوي كذاب، عند إيش؟ عند غيره فلان ليس بشيء. قال شيخنا الشيخ العباد في أمثال هؤلاء الذباب الذي يقع على القيح والصديد بحجة ما يسمى بالجرح والتعديل، قال والجرح والتعديل قد ذهب زمانه وقد ذهب أهله، هذا رقم واحد، هذا رقم واحد أول شيء. الأمر الثاني، الجرح والتعديل يريد أن يتوافر فيك شرطان، تمام الإخلاص وكمال المعرفة. تمام الإخلاص أنك أنت فعلا بتجرح لوجه الله عز وجل، وكمال المعرفة أنك تكون ملم بفلان هذا الذي تتكلم في عرضه. كما أن يحيى بن معين سافر إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، هو والإمام أحمد وثالث سفيان، فقال نسأله عن صحيفة كتبتها منه زمان. أحمد بن حنبل قال لا ما في داعي، الشيخ ضابط. قال لا والله بس أنا لازم أسأله، لازم أسأله. قال فأخذ يلفق له الأسانيد والمتون، وأبو نعيم كان على طنفوسة مثل الأريكة اللي جلس عليها، وكان يحيى إيش أسفل منه، وأبو نعيم كلما سئل في حديث يقول إيش لا أدري لا أعلم. العالم لما يقول لك لا أدري ولا أعلم معناها ليس هذا إيش من حديثي ولا من قولي. قال فلما انتهى يحيى من صحيفته فإذا بأبي نعيم الفضل بن دكين، قال أما هذا، وأشار الإمام أحمد، فيمنعه أدبه من فعل ذلك. الإمام أحمد بن حنبل كل الناس كان من زمان يعرفون أنه عنده إيش، عنده خجل وحياء وكذا، حتى عبد الرزاق الصنعاني مع أن الشيخ الإمام أحمد كان يخجل ويستحي منه إذا كان مع بعض. خرج يوما إلى يوم عيد في صنعاء، الإمام أحمد ما يبغى يكبر، منتظر مين؟ شيخ يكبر، وعبد الرزاق ما يبغى يكبر، منتظر يمكن الإمام أحمد عنده إيش؟ علم في المسألة، فلا هذا كبر ولا هذا كبر. فقال يا إمام أليس هناك تكبير؟ قال انتظرتك يا أبا عبد الله، أنا مستنيك. شوف أدب الشيخ مع تلميذه، وإجلال العلماء للإمام إيش؟ للإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. تلقى الآن عرف له كلمتين بعد، وعلمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني، وعلمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. كان ما يحسن أن يقول له كلمة على منبر، ولا يحسن أن يقول كلمة في درس، تعلم بقى إيش يجرح في مين. والله الشيخ كان مبتدعا، كان مبتدع جهلول، معلمك أنت كنت جاي ما تعرف حتى كوعك من بوعك من كرسوعك، الآن أصبح الشيخ مبتدع وأصبح الشيخ ضال مضل. هذه قلة أدب. وأمثال هؤلاء عما قريب يفضحهم الله عز وجل، عما قريب. ما في إنسان يتكلم في أعراض الناس إلا ويفضحه رب الناس تبارك، أبشر بالخير، يفضحه رب الناس تبارك وتعالى. هذا حديث النبي، يتتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. أمسك لسانك. قال وما أخذنا نحن ما نقول، قال ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخهم إلا إيش حصائد ألسنتهم. والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووجدت أناسا معلقين من ألسنتهم في رحلة المعراج، قال هذول المغتابون والمغتابات، والآخر تقرض ألسنتهم بالمقاريض عافانا الله وإياكم. قال أما هذا فيمنعه أدبه من فعل ذلك، وأما هذا فيمنعه قلة علم من فعل ذلك.
وراء أرى إلا أنت يا ابن الفاعلة. قال فرفسه برجله فأوقعه على قفاه يحيى بن معين. قال فلما خرج إلى أحد يقول له أما قلت لك؟ مش قلت لك؟ قال والله لرفسته أحب إلي من الرحلة كلها. هذه رفسة الشيخ، خلاص أرجع وأكتب أن الشيخ إيش لم يتغير. علماء كبار اختلطوا مثل عبد الرزاق الصنعاني، اختلط بأخرة في آخر أيام الصنعاني، اختلط إن جن يعني ما يأخذ من حديث، مثل أيضا الذين ابن لهيعة، ابن لهيعة القاضي المصري كان عنده مكتبة عامرة فطاحت المكتبة واحترقت فأصابته شيء من الجنون سبحان الله لما اخترقت إيش احترقت مكتبته، وهكذا. فالجرح والتعديل يريد أن الإنسان يكون عنده تمام المعرفة وكمال الإخلاص فيما يبقي وفيما يذر. وأن تبذل النصيحة له، روح له يا أخي انصحه، يا شيخ والله هل ورد أنك أنت قلت كده صح الكلام ده؟ ممكن يقول لك يا أخي أنقل مني ولا تنقل عني، أنا ما قلت الكلام ده يا أخي. فإن قال لك ما قلت خلاص انتهى المسألة، صح ولا مو صح؟ خلاص أنا بقول لك أنا ما قلت هذا الكلام. طيب سجلوا عليك يا أخي أنا أرجع عنه الآن، انتهت المسألة. أما أنك تفعل مثل هذه الأشياء هذا ليس من هدي السلف رحمهم الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. تفضل. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. يا ستير بذنبه. نعم، بعير تردى في البئر يا أخوان، ويدفع بذنبه لكي يقيم صلبه منها، أيستطيع؟ شوف المثل الجميل. والنبي حيا اللهم صل على بالقاسم عليه الصلاة والسلام، بالمثال يتضح إيش يتضح المقال. بالله عيد الحديث مرة ثانية الله يرضى عليه. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا فيه رواية الرجل عن أبيه. نعم، مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير. واضحت هذه؟ هذا الجماعة قبيلة الفخذ العشيرة، انتبه لهذا، هذا لكل من فيه نعرة جاهلية في الباطل. الذي يعين قومه فين؟ على غير حق. نعم، كمثل بعير تركها في بئر. مثل البعير اللي طاح فين؟ اللي طاح في البئر. نعم أيوة. فهو ينزع منها، ينزع منها، يريد أن يرفع نفسه منها بيش من باب نزعة من البئر، يعني أنزل الدلاء ثم رفعها ليستعذب الماء، يريد ينزع منها، يطلع من البئر بيش بذنبه. وأن له ذلك. إذن كن مع الحق وإن كان بخلاف أسرتك أو فخذك أو قبيلتك أو عشيرتك أو قومك. وأختم بحديث عائشة عند أحمد وأهل السنن، زيد بن سعنة حبر يهودي، إذن له من العشيرة ولا القبيلة ولا الديانة ولا أي شيء، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه مالا وقال يا رسول الله أريد تمرا من تمر المدينة فأخذه إلى قومي لعلهم يسلمون. يومان النبي إيش نسي عليه الصلاة والسلام. فجاء زيد بن سعنة في المسجد والصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنتم هكذا يا بني هاشم قوم تأكلون أموال الناس. إيش رأيك في الكلام هذا؟ كلام شديد أبداً، النبي ما عمر ما يسويه عليه الصلاة والسلام. فاستهم الصحابة عليه وكادوا أن يطيحوا برأسه. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. شوف عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول ما يضربوه ما هو غلط فيه، وبعدين ندي له إيش نعطي حقه، الجهة منفكة صح ولا لا؟ هذه مسألة مختلفة عن إيش المسألة هذه. النبي قال لا 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 لا، وقال يا عمر خذه واعطه، وأسر إلى عمر قال له ادي له كمان إيش بزيادة بعد. فراح عمر يعطي قال هذا أكثر من مالي، هو رجل عاقل يعني لبيب، هو ما جاء إلا يبغى يسلم، عنده أشياء معينة في التوراة قرأها يريد أن يطبقها على النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يريد إنسان يستفزك لكي يعرف قيمة الدين التي في جنبك. فأنت عامل الناس بأخلاق دينك، لا تعاملهم بأخلاقهم، عاملهم بالأخلاق التي تعلمتها أنت كرجل مسلم. فإذا به قال هذا أكثر من حقي هذا. قال إن النبي أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام.
قال يا عمر أما تعرفني؟ وكما قالوا تعسمع بالمعيد خير من أن تراه. قال لا لا والله ما أعرفه. قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر شكل الاسم مشهور لكن الشكل إيش؟ أول مرة عمر يشوفه. قالوا أنت الحبر، وما الذي حملك على ذلك؟ حنسمع أنك أنت رجال عاقل ما يطلع منك هالكلام. قال صفات في التوراة، صفات في التوراة، أنا اختبرت الصفات، ما يقبل الصدق ويقبل إيش؟ الهدية. وأنه أيضا إذا جهل عليه فإنه إيش؟ يحلم عليه الصلاة والسلام، ما يجهل على من جهل عليه. قال باقي كان هادي الأخير أبغى أشوفه هادي بس. قال لذلك أنا قمت إيش؟ جهلت عليه. فلما ذهب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف هذا الدين، هذا الدين مش حمية لقومي ولا العشيرة ولا الفخذ ولا البطن ولا ما ينفعك لا بطن لا ظهر، وأنا أخوك جزاك الله خير. أنا ما بتنفعك الأشياء هذه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.